ادي يا جماعة شكل فستان الخروج اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي ومن الصفر وبطريقة جميلة. كل اللي عليكي بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر وصدقيني يعني الفكرة تاني يا جماعة جميلة. مع بعض وهنبدأ واحدة واحدة. اول حاجة خالص هنحطها ربع دوران الصدر معانا، ربع دوران الصدر معايا بالظبط 33. هنبدأ نشتغل بلون واضح كده عشان يبقى واضح ليكي، وبعدين هنبدأ نحط حردة قرابة أمامية معايا عرضها 9.5 وطولها 9.5 والخلفية معايا 1.5، وبعدين هنعمل حردة قرابة الأمامية حردة قرابة الخلفية، وبعد كده هننزل من عند من الخط اللي احنا عملناه 3 سنتي ميلان الكتف، وبعدين هنبدأ نحط خط بدون مقاس، وبعد كده هنحط طول الكتف معانا اللي هو 14.9، وبعدين هنبدأ ننزل بطول الظهر. طول الظهر معايا بالظبط 44، هننزل هنا 22 وهنا 22. هنحط دوران الصدر في مكانه الطبيعي، ربع دوران الصدر 33، وهنحط ربع دوران الوسط في مكانه برضو الطبيعي. هننزل من الكتف على دوران الصدر، هنرتفع من هنا 6 سنتي، هنخش هنا 1 سنتي، هنبدأ نعمل حردة الجيرو بتاعتنا كده، وبعدين هنبدأ ان احنا نوصل حردة الجيرو او دوران الصدر مع دوران الوسط. اصبح الشكل بتاع الباترون الاساسي بتاع الفستان موجود معايا بالصورة دي في اقل من دقيقة. عملناه مقاس 56، اكبر مقاس معانا يعني 6 اكس لارج. بصوا بقى اول تعديل هنعمله هنا، هنقول بسم الله، هنيجي ناخد من الكتف 1 سنتي وهنزود في طول حردة الرقبة الأمامية 1 سنتي، يعني بدل ما هي 9.5 لا هتبقى 10.5، وهنبدأ ننزل كده بالشكل ده. شايفة ازاي؟ يعني نزلت بنص دايرة وبعدين رحت ماخدة عكس الدايرة من الناحية التانية، وبعدين هنبدأ ناخد حردة الرقبة الخلفية بالشكل ده، وبعدين هنبدأ ان احنا نقص خطوة خطوة. بصوا موضوع سهل قوي قوي وبسيط قوي ومن الصفر وطريقته حلوة. الفستان لكل المقاسات وكل الأحجام، فستان خروج شكله شيك جدا، بسيط قوي ومن الصفر. كل اللي عليكي بس انك تتفرجي واحدة واحدة، واللايك الجميل والتعليق الأجمل، الاشتراك ده طبعا قرارك انت. بصوا بقى نبدأ نفرق الأمام عن الخلف بالشكل ده كده، وهنبدأ ناخد حردة الرقبة الأمامية لوحدها اهي، حردة الرقبة الأمامية بس هناخدها طبعا بنفس الزاوية اللي انا ماخداها دي اهي. شايفة ازاي؟ عشان تطلعلي بنفس الصورة اللي انا عايزاها اهي، الصورة دي. شايفين يا جماعة الصورة دي وصلت ازاي؟ زي ما انا عايزاها بالظبط. وبعدين هبدأ ان انا اقسم من هنا كده من تحت على نصين، وهبدأ ان انا اعمل مرد معايا بسيط. ادي المرد البسيط اهو، بصوا محددينه طبعا هنا اهو، وبعدين هنبدأ نركن الامام عن الخلف، نركنهم كلهم على جنب بعض كده، وبعدين هنيجي من هنا ونروح تانيين المرد بتاعنا اهو كده واحدة واحدة، وهنيجي من هنا كده برضو، وبعدين هنيجي كده بشكل مبسط اوي يا جماعة وسهل وبسيط اوي اوي ومن الصفر. تمام، وبعدين هنبدأ نوصل بقى المرد بتاعنا خطوات بسيطة قوي اهو كده. بصوا الموضوع سهل قوي قوي وبسيط، والفستان نفسه حلو، يعني الفستان مش صعب، فانت حاولي ما تصعبيش على نفسك اي حاجة، وبإذن الله الدنيا معاك هتبقى كويسة قوي في الباترون، وخصوصا في الباترون الاساسي ده. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي ركبت المرد في القطعه الثانيه كمان اهي زي ما انت شايفه، هبدا كده افرد المرد بتاعي اهو كده، وهبدا افرد المرد الناحيه الثانيه كده، وبعدين هبدا اجيب الخلف بتاعي بقى واحطه عليه الامام، وهبدا ان انا اعمل كده اهو. تمام، لحظة واحدة يا جماعة، طبعا هنستعين بقى بشوية حاجات كده تخلي شكل التفصيلة بتاعتي لوحدها شكله شيك اصلا وحلو قوي. بصوا بقى هنبدأ بقى ان احنا نعمل حاجة حلوة قوي. ايه هي؟ هنجيب قطعة من القطع دي وهنبدأ ان احنا نقص الماس منفصل كده، لحظة واحدة بس، ممكن ان احنا نقص مربعات احسن اهو كده. بصوا
وبعدين هنبدأ نقص الناحية التانية كده اهو، وبعدين هنبدأ نقص كده، وهنعرف هنعمل ليه كده. يعني القطعة دي كلها قصها كده ايه، المزاد بسيطة، شايفة ازاي؟ انتي لو عجبتك الفكرة ممكن تنفذيها بنفس الصورة وبنفس الشكل، تمام كده. ثانية واحدة هبدأ اعملها كلها وارجع. بصوا بقى يا جماعة، دلوقتي قصيت كل القطع الموجودة معايا او القطع الموجودة معايا اهي، وادي اللي انا قصيته. هنبدأ بقى ان احنا نستخدمه في ايه؟ هنبدأ ان احنا نعمل بيه تزيين حوالين حردة الرقبة، بس مش تزيين مباشر. يعني يا مريم مش تزيين مباشر، يعني هنبدأ نجيب الدباسة بتاعتي دي كده اهي، وهبدأ ان انا اثبت كده اهو. بصوا استنوا بس، لازم ان التثبيت بتاعي يبقى واحدة واحدة وواضح كده. وبعدين هنبدأ الناحية التانية كده بردك اهو، تثبيت كده في البلوزة بنفسها بتاعتي، بس طبعا مش هنحط كتير، يعني هنحط حاجات بسيطة قوي. بصوا الموضوع ده انت ممكن تعمليه بالخيط والإبرة طبعا، بس انا هنا بعمله بالدبسة عشان اوريك الفكرة اهو. بصوا لحظة واحدة كده، واكتبي لي رأيك في التعليقات، قولي لي ايه رأيك في التفصيلة نفسها، وايه رأيك في الفكرة، وعجبتك ولا لأ. تمام اهي، بصوا لحظة واحدة كده اهي، شكل سهل ومبسط قوي ومن الصفر. وبعدين هنبدأ نعمل الناحية التانية برضو من نفس الحكاية اهو. بصوا كده تمام، وهنبدأ ان احنا نحط دي كمان هنا اهي عشان يبقى نفس الحكاية. تمام، يبقى انا عملت ضلفة قدامك كاملة، وهعمل الضلفة التانية وارجع. بصوا بقى يا جماعة، ده الشكل النهائي للفستان من فوق. طبعا ناقص بقى ان احنا نقفل المرد بتاعنا من هنا اهو. تمام، وهنبدأ ان احنا نقفله ونحط المرد على المرد كده بالشكل ده، وهنحط بردك المرد على المرد بالشكل ده. وبعدين واحدة واحدة بقى كده هنبدأ ان احنا نجيب لون مختلف تماما، بحيث ان هو يبقى واضح ويبقى مفهوم كده ان احنا نشتغل بيه ونحط بيه الزراير بتاعتنا. فهنبدأ نعمل كده، ادي اللون الاولاني، وادي اللون التاني، وادي التالت، وادي الرابع، الزراير اهي. تمام كده، ادي الزراير اهي، شايفة ازاي؟ وادي كمان الفستان من فوق. ناقص بقى قطعة تانية، قطعة الجيبة. هنركن الفستان على جنب ونعمل الجيبة. الجيبة انفاذين، نصها مش انفاذين، النص بتاعها هيبقى شكله حلو برضك كده، وهوريهولك وهتشوفيه ايه، بسهل قوي وبسيط، بس هو مش انفاذين، هي قصة هنعملها وان شاء الله هتبقى بالنسبة لك برضك سهلة وبسيطة. اول حاجة هنحط ربع دوران الوسط معانا 28، وبعدين هننزل بطول الجنب، طول الجنب معايا 23، وبعدين نحط ربع دوران اكبر حجم معانا اللي هو بالظبط 34.5. وبعدين هنبدأ ان احنا نوصل دوران الوسط مع دوران اكبر حجم، وبعدين هننزل بوسع القماش، بس هنيجي قبل الاخر كده، يعني قبل الاخر كده بتلاتة سنتي هنسيبها ومش هنقصها. بصوا كده كده بالشكل ده. وبعدين هنبدأ يا جماعة ان احنا نقص الزيادة دي اللي انا حددتها. ليه بقى؟ عشان هستخدمها بطريقة تانية خالص. وهنبدأ نقص الجيبة كده، ادي الجيبة اهي، نركنها على جنب، احنا مش محتاجينها دلوقتي، احنا محتاجين دلوقتي القطعة دي. القطعة دي اهي، هنبدأ نتني مرة ونرجع نتني مرة كمان. وبعدين هنبدأ نيجي من هنا ونتني مرة كمان بردك اهي، حتى القماش بردك هتعمليه بنفس الفكرة. وبعدين هنبدأ ان احنا ناخدها بزاوية الحرد كده، بزاوية الحرد بالشكل ده، اصبحت بالشكل ده. تمام، فهنبدأ بقى ان احنا نوصل من هنا. ممكن ان انا ماعملش خسارات للموضوع ده، ممكن اي زيادة بعد كده اشيلها، فانا هشيلها وخلاص، فالزيادة هنشيلها وخلاص اهي كده كده اه كده كده.
وبعدين هنبدأ نشيل بقى الزيادة اللي انا بقولك عليها دي كده كده، شايفة ازاي؟ وبعدين هنبدأ ان احنا نجيب الفستان بتاعنا ونبدأ ان احنا نوصل الجيبة مع الفستان. قولي رأيك في الفستان وقولي لي ايه رأيك في الفكرة بتاعته، فستان خروج حريمي بناتي لأكبر مقاس بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر وفي صورة سهلة وبسيطة قوي اهو كده. وبعدين هنبدأ بقى ان احنا نجيب قطعة تانية ونعملها حزام بالشكل ده اهو، واحدة واحدة. بصوا كده يا جماعة اهو. طبعا انتي معملتيش لايك جميل فاعمليه لايك جميل وتعليق اجمل، الاشتراك ده طبعا قرارك انتي. بصوا بصوا كده احنا عايزين نثبت هنا دي، نبدأ نوصلها اهي بالشكل ده. اصبح الفستان عندي بالصورة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي حالا. اكتبي لي بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل وقدري التعب ده كله، لان صدقيني فكرة متعبة قوي وهتعجبك ان شاء الله هتعجبك قوي. بصوا بقى الفستان اتعمل ازاي، لحظة واحدة. ادي يا جماعة شكل الفستان الخروج، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي ومن الصفر وبطريقة جميلة. كل اللي عليكي بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر وصدقيني الفكرة هتعجبك قوي. واهم حاجة يا جماعة اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك ده طبعا قرارك انتي. وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطة عمري احمد، تفصيلة وخياطة فستان خروج بناتي بشكل سهل وبسيط ومن الصفر. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطة مع مريم احمد.